شكرا سيدي عفاف. ان شاء الله باذن الله. اذا احنا في سلسله من الحلقات على كل ما عنده علاقه بالدماغ والجهاز العصبي. من ضمن الاسئله اللي كانت كثيره بزاف نهايه هذا الاسبوع استاذ احليمي وهما الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الذاكره، يعني الناس اللي كينساو بزاف، ربما ملي كنطرقوا لهاد المواضيع سواء من الشق ديالو العضوي يعني مع طبيب متخصص او لا معك من الشق الغذائي استاذ احليمي، كاينين بعض الناس اللي تيبداو يديروا الاسقاط على نفوسهم، تيقول لك انا كنسى التليفون، كنسى البسطام، كنسى السوارت ديال الطوموبيل، السوارت ديال الدار، حتى حاجه ما كنعرف ما كنعقل على راسي فين حطيتها. فربما هنا كيتطرحوا بزاف ديال علامات الاستفهام عند هاد الناس. اشنو اللي تيخلي بعض الفئه من الناس كتنسى بزاف استاذ احليمي؟ هنا كنتكلموا على الناس العاديين ماشي الناس اللي تشخص عندهم يعني امراض. نعم دونك استعفف كما قلتي احنا في سلسله حلقات مستمره حول الجهاز العصبي. هذا الجهاز العصبي هو اللي خلى الحضارات تستمر، هو اللي خلى الازدهار في الجانب الايجابي ديالو، وبالتالي لابد بالاهتمام بالجهاز العصبي. والجهاز العصبي هو واحد العضو اللي كيحتاج أغذية متنوعة بما فيها غذاء روحي عاطفي زائد الغذاء العقلي زائد الغذاء المادي. فعلا سيد عفاف مادام هذا هو الأسئلة المطروحة فلا بأس أننا هذا الموضوع ديال اليوم نخصصوه للمسألة ديال مشاكل الذاكرة ومشاكل اللي كتوقع على مستوى الجهاز العصبي ديالنا، غير فقط للإشارة أننا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم مغاير للموضوع ديال الزهايمر. نعم يعني ملي كتقول انت عندك الزهايمر وهضرنا على التشخيص اييه فشيء مختلف على هادشي اللي غنهضروا عليه اليوم. اييه ماشي من حيث ماشي من حيث النصائح اللي يجب تبنيها، لا من حيث المنظور كيفاش غنتعاملوا مع الامر. مثلا موضوع ديال الزهايمر يتطلب زياره طبيه، موضوع مثلا ذاكره ومشاكل في الذاكره يعني ممكن معالجته الانسان يعالجه، يعني ما كاينش شي مرض سميتو قله ذاكره، كاين الزهايمر اللي كيوصل هذه المرحله. وبالتالي اليوم نعطيو بعض النقاط اللي ممكن انها تفيد الانسان في هذه المساله هذه. اولا خصنا نعرفوا باللي الدماغ ديال الانسان فيه واحد العضو، عضو صغير جدا قد الحبه ديال العدس، قد الحبه ديال العدس. هذا العضو هذايا شنو سميتو؟ سميتو ليبوكومب. شنو هو ليبوكومب؟ شتي داكشي اللي قريتي وداك الدبلومات اللي شديتي وعقل على والديك وعقل على الاصدقاء ديالك وعقل على المجتمع، وداك الشيء كامل مخزن في واحد الجزء من الحبه ديال العدس. نعم اللي هي ليبوكومب. علاش سميتو ليبوكومب؟ الناس كيعرفوا الناس اللي ديال البحر كاين واحد الحصان فكيعيش في البحر بحال الاسماك، هو حصان كيتسمى ليبوكومب. يعني اذا درتو مثلا بحث على الصوره ديال ليبوكومب غتلقاو هذا الحصان، الشكل ديال الحصان واحد المخلوق جميل جدا كيعيش في البحر. هو علاش سماو هذا الاسم؟ لان الشكل ديال هذا ديال هذا مركز الذاكره كيشبه هذا المخلوق هذا. شنو الدور ديال هذه الذاكره؟ شنو الدور ديال الذاكره بصفه عامه؟ ذاكره رحمه للانسان، رحمه للانسان. علاش؟ لان الانسان دابا كيعيش محتاج خاصها تكون عندنا ذاكره ونخزنوها. انا لو ما كانت الذاكره الخدمه ديالك خاصك تمشي لها، التليفون فين حاطه، هذه الامور كامله. وبالتالي الى حاولنا نتعمقوا في الامر بدقه غنلقاو بلي الذاكره كنحتاجوها في كل لحظه وكل ثانيه. وكثر من هكا استاذ عفاف كنحتاجوا الذاكره باش نعقلوا على راسنا اول شيء. علاش؟ لان كاينه بعض الامراض اللي كيفيق استاذ عفاف ان الانسان في الصباح ما كيعرفش شكون هو فين كاين، يعني الزمكان، يعني الزمان والمكان والشخص ما كيعرفوش. باش يعرفوا الناس الامراض اللي لا قدر الله مشينا بهذا الريتم شنو غيولي من بعد، عتنوض غتولي ما عارفش راسك شكون. لان الناس ربما كتجيهم عاديه ولكن ملي كتنوض في الصباح وتقول انا محمد احليمي هذا هودي وخدام في هذه المساله كتجي عاديه، ولكن راه كاينه مركز في الجسم ديالنا اللي حريص انه يزودك كل صباح بالمعلومات الاساسيه ديالك، شكون نتايا، فين كتخدم، العمل ديالك، وهذا الشيء هذا كيبان احنا عادي مي راه مهم جدا. وكاين الناس للاسف كاين الناس اللي فقدوه. جيد نجيو الاول غذاء استاذ عفاف للذاكره، اول غذاء للذاكره. ومي كنهضر على الغذاء ماشي الغذاء المادي،
رحنا الحمد لله التخصص ديال التغذيه، التخصص ديال التغذيه خصنا نمشيو ندرسوا اربعه الاجسام، يعني الجسم المادي والجسم الروحي والجسم العاطفي والجسم العقلي، لو كور مونتال لو كور فيزيك لو كور سبيريتوال اي لو كور ايموشنيل. الدماغ اول غذاء عنده هو النوم، وليس ب يعني بغريب ان الثلثين ديالك انت ايها الانسان كدوزها نوم جيد، ماشي اي نوم. علاش؟ لان النوم فيه ثلاثه المراحل، فيه المرحله الاولى كيتسمى لو سوماي ليجي، ما عمرك غتعرف راسك فوقاش نعستي، داك اللحظه اللي تنعس فيها ما عمر شي واحد غيعرفها، كتحط راسك هادي حتى كتمشي. لو سوماي ليجي، لو سوماي بروفون يعني النوم الخفيف النوم العميق، ولو سوماي بارادوكسال. غادي نجي لهاد المساله علاش كنقولها. دابا انا في الحياه اليوميه ديالي كنستقبلوا مكالمات في برنامج، كتلقى اصدقاء، كتلقى ناس، كتمشي للعمل ديالك، كتشوف هدايا، كتشوف هذا، كيوقعوا احداث، كتشوف دماغك نتايا بحالاش بحال واحد التليفون درتي له اون وبديتي كتصور اليوم ديالك كامل بما فيه الصور بما فيه الفيديوهات بما فيه الاحداث بما فيه هكا الدماغ ديالنا. جيد، الدماغ ما يقدرش يعقل على هذه الاحداث كلها، اذا هو شنو خصو؟ خصو واحد الميكانيزم في الدماغ باش يدير لك المونتاج، باش يفهموا الناس الفيلم انت اللي كتفرج فيه فيه ساعه ونص، مولاه اللي صوروا راه صوروا في ثلاثه السوايع اربعه السوايع كيتسماو لي غوش، عاد كيدخلوا لواحد المرحله مهمه وفيها ابداع وفيها فن سميتها المونتاج. شكون اللي كيدير المونتاج؟ تقنيين متخصصين بتخصص عالي جدا. هكا عاوتاني حنا في الجسم ديالنا، جسمنا مزود بواحد الناقل وبواحد الهرمون سميتو النوغادرينالين، تقدروا تسمعوا النوغيبينيفرين او النوغادرينالين بحال الادرينالين، اما تسمع الادرينالين او ليبينيفرين بحال بحال. المهم اللي الناس خصهم يعقلوا عليه ان الان دابا كيوقع مشاكل في الذاكره. انا قلت لكم اول مشكل هو النوم، نعطي مثال باش يعرفوا النوم وعلاقته الانسان بالذاكره وعلاقته بالتغذيه. كتلقى واحد مثلا الوجبه ديالو، الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني الوجبه ديال العشاء ديالك انتيا خاصها تكون واحد الوقيته صغيره بعد واحد خصمين ربع ساعه فاش تصلي العشاء، هذا لو ماكسيموم. علاش؟ نفترضوا مثلا دابا شخص خدا، شوفوا كيفاش غتاثر الوجبه، نفترضوا دابا شخص خدا مثلا وجبه دسمه هي اللي كلاته ماشي هو اللي كلاها، لان يعني الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك. خدا وجبه، ملي كنقول وجبه أي مثلا غير محليات، نعطيكم مثال. واحد قال لك انا غنتعشى نعس خفيف، هو راه ما خفيف ما والو بالنسبه لينا اللهم مرفيسه ولا هادشي اللي غنقول، غيتعشى مثلا خفيف، شنو خدا؟ خدا حلويات خلطها مع شي حاجه، وداك الحلويات دايزه في الزيت، دايزه في لي زاسيد غاترونس، واخا جيد. نعستي نتايا، الوغ مي نعستي صافي الانسان هو هادي المعده ديالك راه ما نعساتش، انت نعستي قبل المعده ديالك، شنو غيوقع؟ هذوك الاحماض الدهنيه ترونس اللي انت خديتي فيهم داك المواد المصنعه واللي هي مليئه في الزيت وفيها الحلويات، مع ثلاثه الصباح جوج ونص ثلاثه الربعة اش كيوقع؟ ان ديك الاحماض الدهنيه راه ما تبقاش في المعده، المعده راه تعذبات، غتحطهم في الامعاء. ملي كتحطهم في الامعاء، الامعاء كتصيفط واحد الرساله من خلال هرمون كيتسمى سي سي كا، ماشي ضروري نعقلوا عليه، الكولي سيستوكينين، كتقول للمراه راه هبط لي العصاره، علاش هذا السيد راه خدا هذا الشيء هذا ما عرفناش شنو خدا، خصنا هذه الاحماض الدهنيه نديروا لها لا بيتا اوكسيداسيون ونقطعوها، هبط لنا العصاره، ثلاثه الصباح، لا هبطنا العصاره، محتاجين العصاره، ما عندنا ما نديروا، هذا السيد هذا هكا الجسم ديالنا كيتعامل، هذا السيد خدا هذا الشيء هذا وخدا هذا العجب هذايا، واخا ناعس والدماغ راه ناعس، لا غير هبط نفس السكه، لا حول ولا قوه الا بالله. كتهبط الكوليسيستوكينين العصاره ديال المراره من خلال هذا الامر ديال السكه، مي كتهبط كنسميوها لا شاس بيليار، اش كيوقع لك استاذ عفاف؟ تتفيق. الناس كيقول لك ضرباتني الفيقه. نعم. هذيك اللي ضربك راه ماشي الفيقه، راه ضرباتك الوجبه ديال العشاء. اما الفيقه راه جات لاشاس بيليغ، مي كتهبط العصاره ديال المراره للاسف استاذ عفاف، كتهبط في واحد لافاز اللي محتاجها الانسان في الحياه ديالو، هي لو سومي بروفون، كتهبط لك في ذاك المرحله اللي كيتسمى النوم العميق. نعم. والناس غيقول لك شنو النوم العميق؟ واخا شتي ذاك المونتاج اللي هضرنا عليه في الحياه اليوميه ديالنا، شتي في النوم العميق فاش كنفيكسيو ذاك الشيء اللي غنحتاجوه، داك الشيء اللي ما غنحكي، كيكون داك التكنيسيان ديال المونتاج خدام النوغادرينالين.
يعني واحد المعلومه خديناها علاش لا ريبيتيسيون مزيانه في اليوم ديالنا. بغيتي دماغك يعقل على شي حاجه راه من نعمه الله النسيان، ولكن بغيتي دماغك يعقل على شي حاجه عاود عاود تكرار 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 المعلومه مثلا قلناها كررها 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 فوقاش غتفيكسيها المعلومه. مثلا اليوم قلنا النسيان ها شنو المشاكل ديالو، دماغك فوقاش غيفيكسي هذه المعلومه تنعس في الليل وتوصل وتوصل لو سومي بروفون، لان لو سومي بروفون تما فاش كيدوز الدماغ المعلومه من الامد القصير الى الامد المتوسط، ومن بعد كدوز الى الامد البعيد. سوره الفاتحه كلشي حافظها، حتى واحد ما ينساها وما عمرك تنساها. علاش؟ لان دازت للامد البعيد. وبالتالي اي معلومه حنا دابا المشكله اش كنقول هذا الشيء، هذا نقطه اخيره، الوجبه النوم نوعيه الوجبه والنوغادرينالين. ملي كنقولوا النوغادرينالين خصكم تعرفوا بلي هي الغده الكظريه، والغده الكظريه باش عينا اليوم، عينا بهذا الريتم، عينا بهذا الشيء هذا، عينا بهذه التليفونات، عينا بهذه التكنولوجيا اللي ما كنعرفوش نستغلوها، عينا بالعناوين المزيفه اللي كيقرا، عينا باكبر شيء اللي هو كثره المعلومات، لان النوغادرينالين خصو يجيري الوغ إل دوا جيري لي زانفورماسيون ولا كونتيتي ديال لي زانفورماسيون. حنا عندنا دابا واحد المصطلح انا كنسميها لانفوبيزيتي. شنو هي لانفوبيزيتي؟ كثره المعلومات. دابا مواقع التواصل الاجتماعي مصممه انها تبقى شاداك ما تطلقكش. مشكور سي سمير، كنا في احدى الدروس الجميله جدا اللي قدمها، من هي كيفيه ترشيد استهلاك التكنولوجيا. كان عندنا درس البارح مع الطلبه جميل جدا، درس رائع جدا، كيفاش ترشيد استهلاك التكنولوجيا. ومن ضمن الامور اللي قالنا السي سمير ومشكور، قالنا باللي راه مواقع، لانه هو مهندس في الاعلاميات راه ماشي شي واحد، قالنا باللي مواقع التواصل مصممه انها تجرك، انها تخليك تخليك معاها تخليك معاها، وكنسميها انايا سوسون دي كرونوفاج، اشياء اللي كتاكلنا الوقت ديالنا. فهادشي اش كنقول، ما تستغربوش راه ماشي الزهايمر، ما تشخصوش هادشي هذا الزهايمر، هي فقط فقط اشياء بيولوجيه في الجسم ديالكم، يجب اننا نعطيوها حقها باش يولي النوغادرينالين يخدم، باش يولي يرتب المعلومات ديالو والنظام. شوف شوف استدعي نقطه اخيره، انت ملي كتدخل دارك وتلقاها مرونه ما كتعصبش؟ نعم. علاش كتعصب؟ لانك انت انسان تحب النظام، الفطرة ديالك فيها نظام. أي حاجة كتبعد على الفطرة غتنسيك، أي حاجة كتبعد على الفطرة غتعصبك، أي حاجة كتقربك للفطرة غترتاح فيها. ومي كيرتاح الإنسان كيولي داك الساعة الذاكرة تخدم مزيان. شوفوا مثلا أنت مثلا عندك امتحان الصباح ديال الامتحان، ما تقدر تشد والو، ما تقدر تحفظ حتى حاجة. علاش؟ لأنك مضغوط، مضغوط بهذا لو ستريس ديال الامتحان. داكشي علاش حنا داك لو ستريس ديال الامتحان للاسف ولينا كنعيشوا به 24 ساعه على 24 ساعه. داكشي علاش الذاكره بدات كضعف. وفقط باش نشير، ماشي باش نخلع الناس، ولكن كاين دراسات الان تتحدث على ان الذاكره ضعفت بزاف، خاصه مع استعمال التكنولوجيا بطريقه غير عقلانيه، خاصه وحنا فقنا عفوا نعسنا تفقنا قينا التكنولوجيا جات بهاد الكم ديالها بهاد المسائل ديالها. ما عندناش واحد التكوين، ما عندناش واحد الاستعداد، ما عندناش واحد الارضيه من اجل اننا نعرفوا نرشدوا هذا الاستهلاك هذا. والتغذيه حاضره ونعطيتكم، ونزيدوا نستمروا ان شاء الله نعطيو بعض النقط اللي كتخلي الذاكره ضعيفه واللي هي مهمه بزاف. بزاف ديال الناس سولوك استاذ احليمي على المساله ديال النحاس، الاواني اللي كنطيبوا فيهم اللي كيكونوا ديال النحاس، واش مزيانين للذاكره؟ واش ما كياثروش على الذاكره؟ جيد، هذا اللي طرح السؤال ذكيه ضعيفه. فعلاش؟ لان اوتوماتيكمون كيطرح سؤال غير مباشر اللي هو الالومنيوم والبلاستيك. اييه، الالومنيوم يتراكم على مستوى الجسم وهضرنا عليه في الحلقه ديال الزهايمر، والبي اف او ا اللي كاين في اللي كاين في في المواد ديال 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 التيفلون. بالمناسبه راه التيفلون اسم علمي ماشي ماركه، ماشي الماركه، اسم علمي. يعني راه انت الا لقيتي شي واحد كيبيع التيفلون ممكن تمشي تقدمو تقيد به، يعني شكايه وقانونيا يتعاقب، لان كاين قوانين عالميه الان دابا يعني اللي جاري بها. وكاين البيسفينول او الفطالات اللي كاينين في البلاستيك. اما النحاس، استعمال النحاس جيد جدا، استعمال لينوكس جيد جدا، استعمال الطين جيد جدا. نعم. غادي نمشيو ايضا لتعليق اخر، بزاف ديال الناس كيسولوك استاذ احليمي، مثلا في الصباح، لان تنعرفوا انه الانسان دائما في الوجبه ديال الفطور راه تيقلب على الطاقه باش غادي يبدا النهار ديالو. الناس اللي كينساو بزاف استاذ احليمي، باش كتنصحهم انهم يبداو نهارهم، شنو اول حاجه ياكلوها؟ شوفوا استاذ عفاف، انا بالنسبه لي اللي كيسحب الطاقه هو
شنو كناكلو اللي كيسحب لنا الطاقه. يعني انا الا بغيت نفكر في الطاقه غنفكر في انني نحيد داكشي اللي كياخذ مني الطاقه، عاد نفكر نعطي شنو داكشي اللي كيعطيني الطاقه. شتي واحد المساله اللي كيوقع لنا فيها النسيان هو الانسان اللي كيبقى له ما يسمى بليبوغليسيم رياكسيونير. مالوغوزمون هذا السؤال جا حتى الاخر لان كنخصنا نعطيوه وقته مزيان. ليبوغليسيم رياكسيونير شنو هي؟ هو هو هبوط السكر التفاعلي. هبوط السكر التفاعلي كيخليك تنسى. علاش؟ لان الجسم دائما كيدخل في ان ستريس، نقص له الاكسجين كيبدا يقلب. شوف انت يقطع النفس مثلا واحد 30 ثانيه وشوف جسمك ما باغي حتى حاجه، باغي غير جرعه التنفس. هكا عاوتاني دائما الجسم في الفطره ديالو كيبحث على الاكسجين، كيبحث على هذه الامور هذه. الناس الان كياخذوا اغذيه اللي كدير لهم ليبوغليسيمي. شنو هي ليبوغليسيمي؟ انك انت كتاخذها كيطلع لك الانسولين، لان السكر طلع كيهبط الانسولين، كيهبط السكر ماشي لواحد غرام، كيهبطوا ل 0.7 0.75 0.8 كتحس بالخمول، كيهبط لك ليبوغليسيمي يعني كيهبط لك السكر. مي كيهبط لك السكر كيولي عندك النسيان. علاش النسيان؟ لان دماغك ما مساليش انه يتفكر، لانه عنده نقص في الطاقه ديالو. هذا الشيء هذا مين وليو نعرفوا شنو الاغذيه اللي كتسحب لنا الطاقه؟ الاغذيه اللي كتسحب لنا الطاقه الاغذيه المصنعه، الاغذيه اللي دخل فيها الانسان المواد المصنعه. ما كنهضرش انا بسؤميه، كنهضر بحسن نيه. هذه الامور هذه كامله نسحبوها من الحياه ديالنا، النوم الجيد، الحركة جميلة جدا في الذاكرة، الحركة رائعة جدا. قبل هضرنا الأواني أستاذ عفاف، الطين الأكل في الطين ينشط الذاكرة. علاش؟ لسبب بسيط، أنه كيفكرك أنتايا كيقول لك الإنسان تأصلك طين. شغال الفات أن اللاوعي ديالك كيربط لك الإناء بالأصل ديالك اللي هو التراب اللي هو الطين، هذا في حد ذاته راه تنشيط الذاكرة. الدراسة، القراءة، الكتب. شوف راه واخا نوصلوا للتكنولوجيا فين ما وصلنا، قراءة الكتب كتبقى شيء أساسي. لاننا كنديروا الميسكولاسيون الا بغينا نقولوا لهذيك الذاكره ديالنا، كنديروا لها واحد التمرين، كنديروا لها واحد لوغماز من اجل اننا نعطيوها هذا التنشيط هذا. زائد الاغذيه اللي كتنشط الذاكره، الخبز الكامل، الفواكه بدون يعني الفواكه الجافه بدون ملح، التمر، الزبيب، الشريحه، املوا الانسان يصوبه يعني العسل، الاغذيه اللي الفواكه كذلك. على شوف انت مثلا مع 10 خديتي فاكهه كيفاش كتحس بواحد النشاط، لان كاين وكاين اللي عنده نقص نسبه الماء كيعطيه استاذ عفاف نقص في الذاكره. علاش؟ جسم عامر بالسموم، فيه نقص الماء، نقص الاكسجين، نقص الطاقه، الجسم ديالك ما مساليش انه يفكر ويشوف الذاكره، مسالي انه يحل المشكل لان عنده مشكل اولويه. نعم. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد احليمي، متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه.